فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا جديد في الالتزام، وتأتيني بعض الوساوس، وأيضا حتى الآن لم أستطع أن أترك شرب الدخان، فما هي نصيحتكم لي؟ وأرجو من فضيلتكم الدعاء بأن يعينني الله على تركه، وبماذا تنصحونني في هذه البداية، وكيف أطلب العلم؟ يا أخي، تركه سهل، استعن بالله عز وجل واتركه، واعزم على ذلك، وعينك الله، يعينك الله. لكن إن كان عندك ضعف وكسل وضعف عزيمة، يتسلط عليك الشيطان، عليك أنك تعزم وتتركه لله عز وجل، ويعينك الله على تركه. ولا تركت شيئا فيه فائدة، إنما تركت شيئا ضارا، تركت شيئا ضارا لجسمك ولصحتك، فاتركه بعزيمة ويعينك الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم عليك بما تقدر عليه من طلب العلم عند المشايخ، أو تدرس، تدخل في المدارس إن كانك تقبل فيها، تدخل فيها الدراسة النظامية، وإن كان ما تقبل في المدارس فتجي عند المشايخ في المساجد، وتحصل إن شاء الله على خير. نعم.